بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. السلام عليكم، أنا مختار. مساءكم خير. أنا مختار، عندي مرسيدس دبل في 202، محرك 111، عندي الصوت هذا كما راك تسمع. قالوا لي من البوسوارات، ثلاث بوسوارات بدلت البومبا دويل، بدلت في دونج، مازال نحس كاي. نحيت الكاجة هذي، كي قربت باه نسمع بس نحيت الكاجة هذي وشغلت المحرك. قربت باش نسمع الحس هذا، ما كانش في الكيلاس الفوق، الحس هذا جاي شغل من دوزيام بيستون تحت، ما عرفتش من واش. ان شاء الله تشوف الفيديو عني مختار وتعطينا استفسار لهذه المشكلة. شكرا عمي مختار. هذا توا صوت يعني في المحرك، بنزينة مرسيدس. اولا يعني ديما انا راني يعني مشكلتي ان نحب نفهم الصوت هذا وقت صار وكيفاش صار. هذه يعني هذا الشيء اللي عندي انا باش نفهم فيه الموضوع بالضبط، لان يعني علاش كل ديفو عنده علامات معينه لها علاقه بالمشكل بالخدمه اللي خدمها في المحرك مثلا، ولا كيفاش صار، ولا اشراها هكا، ولا مس حاجه، ولا كذا. هو احنا هنا مركزين على الصوت. هو الصوت هنا يعني حسب اعتقادي انا ماهوش صوت نتاع محرك يعني خربان يقرب كيلاس مثلا 4K مثلا ولا بيبوكا ولا لا. هذا الصوت حسب اعتقادي هو الخليط نتاع الهواء والبنزين او الكهرباء، ما همش متفاهمين، نسموه احنا يعني قرقرة. يعني كما قبل كان في الموديل اللي فيها داكو كرباتير، كي نزيدوه شويه في الافونس يولي قرقر هكاك. انا حاسس اللي هو كونه فما حاجه يا اما ما بين الكلاج يعني ميز بوان الكاتينا، ما بين الهواء، ما بين هوش ماسح الكلاس قبل، هو صلحش الموتور، عملش ريفيزيون. كل الحاجات هذه عندها علاقه بالموضوع باش نجم نجاوب على ديفو كما هذا. خاطر ساعات يقولوا لي شبيك ما جاوبناش، وش ممكن لازم نفهم الموضوع باش نجم نجاوب على قنطره صحيحه. انا هذا حسب اعتقادي هو مشكله نتاع الخليط نتاع الهواء والبنزين والكهرباء، ما همش متفاهمين. هذا استنتاج اللي وصلت له على الاخر. شنو هو العلاج نتاعو؟ ما نجم نعطوا العلاج نتاعو الا وقت نفهم اصل المشكل منين جاء، وقتها نجم نعطوا العلاج. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.